العمل الأهلي والعمل التطوعي بيمشي دايما جنب لجنب، أو هو الواحد من الدعائم الأساسية اللي بتقوم عليها دايما بناء المجتمعات جنب العمل الرسمي. في مبادرة مجتمعية كده بتهتم بالدعم النفسي والتأهيل لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية. صاحبة المبادرة أسماء طلال. أسماء بنوتة لفت في شوية مدارس وابتدت تدي محاضرات في مختلف الموضوعات اللي بتشكل وعي الطلاب. فكرت كده ان يكون عندها او انها تقدم لهم خطة حياتية تبني بيهم او تساعدهم انهم يبنوا مستقبلهم. ايه حكاية مبادرة اسماء؟ ايه حكاية اسماء نفسها؟ ده اللي هنعرفه وهي موجودة معانا دلوقتي على التليفون. اسماء صباح الخير عليكي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي. اسماء انا عارفه ان انت خريجه كليه اعلام جامعه السويس. ايه علاقه كليه الاعلام والعمل الاعلامي بالدعم النفسي؟ يعني انت درستي حاجه معينه تؤهلك ان انت تقدمي محاضرات توعويه، ولا يعني جبتي الفكره كلها منين؟ هي كانت الفكره ان احنا في اجازه اخر العام وداخلين على بدايه عام دراسي جديد، انا لسه متخرجه، ففكرت في الطلاب اللي هم لسه هيلتحقوا بالجامعه زيي، ان احنا في الوقت ده بنكون لسه في مرحله المراهقه وفي مرحله التشتت، وهو مش عنده وعي كامل بالحياه او الفتره الجايه او مرحله الجامعه. انا كنت في الاجازه، طب انا ليه ما احضرش ان انا انزل اتكلم مع الطلاب دول واشوف ايه المشاكل او ازاي ممكن نخطط مع بعض، ازاي يعمل هدف لحياته وازاي ينظم وقته كل ده. انا بعمل ده ازاي؟ انا بجهز ماتريال بناء على كورس اتش ار، كورس تنميه بشريه سوفت سكيلز انا واخداه، بتعاون من الناحيه النفسيه مع مين اكتر او مين بيساعدني اكتر، بيتعاونوا معايا داخل المدارس الاخصائي النفسي الاخصائي الاجتماعي، بصراحه بيسهلوا لي كل حاجه، بيعرفوني ايه اكتر المشاكل اللي ممكن طاغيه في المدارس دي. خلي بالك انت داخله على طلاب هم لسه مش عارفين يرسموا حياتهم كويس، عنده مشكله شويه من خوفه، القلق، تنظيم الوقت، الحاجات دي كلها. فبالتالي انا ببتدي اخطط للمحاضره بتاعتي هتمشي ازاي وهتكلم على ايه، وبشكل تطبيقي عملي اكتر، ان انا اقدر اطلع اللي جواهم من غير ما حد، يعني كل واحد يطلع اللي جواه من غير ما حد يعرف اسم التاني، مش شرط ان انا اعرف ان ده هو اللي عنده المشكله بالظبط، وبنقدر نتناقش فيها ونطلع بحلول. الموضوع كان انا كنت خايفه في الاول، بس الحمد لله لما لقيت راجع صدى كويس جدا، الطلاب ابتدوا يكلموا. راجع صدى ده مصطلح اعلامي بقى، هنا يدخل الاعلام في الموضوع. ها، رجع صدى ملوش علاقه بالاعلام خالص، ده عمل تطوعي. لا، رجع صدى ده مصطلح بيستخدم في نظريات الاعلام، فانت مدخله الاعلام اهو في الدعم النفسي اللي بتقدمه. يمكن كليتي ساعدتني شويه ان انا حد بيقدر يتكلم، حد بيقدر يقنع اللي قدامه، عنده قبول شويه، فيمكن الكليه اكيد مجال الكليه ساعدني في ده كتير، ولكن هو مش شرط ان انا عشان كليه اعلام هي مبادره تطوعيه انا نزلت اعملها عشان انا حابه اعمل ده وحابه اساعد الطلاب دول، بالاخص ان المدارس يعني ما فيهاش حاجه زي دي، ما فيش اخصائي تنميه بشريه جوه المدرسه بيقدر يتابع مع الطالب في المرحله دي، ازاي يحدد اهدافه، ازاي ينظم وقته، ازاي لو عنده مشكله يواجهها وما يهربش منها عشان ما يحصلوش تراكمات. وبالتالي بنلاقي معظم الطلاب في الفتره دي يقول لك انا عندي اكتئاب، هو اصلا مش مستوعب يعني ايه اكتئاب، بس بيقول زي الناس وخلاص انا عندي اكتئاب. اكيد عظيم. يعني انت اسماء رايحه تقول لهم انا جاي لكم من المستقبل، يعني انت المرحله دي انت لسه معديه بيها، فاكيد شفتي حاجات كتيره في الفتره أنا دي وعرفتي. انا مريت بتجربه انا مش عايزاكم تمروا بيها، مش عايزاكم تدخلوا الجامعه وانتوا تايهين، مش محدد هدفك، مش عارف انت عايز ايه، لو وقعت في مشكله تفكر ان هي نهايه العالم، لا انا جاي اقول لك كل ده، وانا جايه لك كده من غير اي حاجه، يعني انا بقول له في اول المحاضره انا جاي عشانك، ما بجبركش تحضر المحاضره خالص، بس الحمد لله كل الناس بتبقى حابه تحضر، وببقى مخططه ان انا انزل مرتين بس في الشهر، الاقيهم بيكلموني عايزيني انزل اكتر من كده. يعني لنفس المكان يا اسماء، يعني المدرسه الواحده بتنزليها كم مره، ولا هي بتبقى زياره واحده لكل مدرسه؟ انا كنت مخططه لكل مدرسه ان انا انزل مرتين في الشهر، للاسف كل المدارس بيطلبوني اكتر من كده، يعني الطلاب كمان. وهتستمري بقى مرتين في الشهر لمده قد ايه؟ بره المدرسه الاقيهم بيجروا عليا، واستاذ اسماء هتجي لنا تاني امتى وكده، فبتبقى حاجه بتبسطني جدا وبتشجعني ان انا اكمل في المبادره بتاعتي. عظيم جدا. بقول لك اسماء، هتكملي في الموضوع ده؟ يعني انت مثلا المدرسه بتقولي زيارتين، وساعات بيطلبوا منك يكونوا ثلاث زيارات، انت مكمله في نفس المدارس بالشكل ده؟ الحمد لله انا مكمله في نفس المدارس، وبحاول ادخل مدارس جديده، بس طبعا عشان ما ادخلش، العبره مش بالعدد ان انا ادخل اكتر من مدرسه، ولكن العبره ان انا لما ادخل المدرسه اكون فعلا عالجت فيها حاجه. فانا لحد الان بدخل كذا مدرسه، بيطلبوني اكتر من مره، بحاول انزل لهم على قد ما اقدر. اتمنى ان الموضوع يمشي مش مجرد مبادره، اتمنى ان الموضوع يمشي رسمي كمان، وان وزاره التربيه والتعليم مع وزاره الشباب والرياضه ليه ما يبقاش في فريق مؤهل رسمي ان هو يكون تابع للمدارس، ينزل يعمل محاضرات وندوات توعويه زي دي.
أكيد. أنتي أسماء من المنوفية، فأعتقد أنك ممكن تكوني ابتديتي جوه محافظتك وعارفة مشاكل، مش هقول بقى الطلاب يعني، عارفة مشاكل أصحابك، لأن أنتوا يمكن الفرق العمري بينكم قليل 4 سنين أو 5 سنين، فأنتي مش بعيدة عن الفرق العمري ما بيننا مش كبير، فهم بيبقى في حاجز من الثقة والأمان ما بيني وما بينهم يعني. ده بيساعد بقى فعلا يا اسماء سمعيني بقول لك، ده بيساعد فعلا ان هم يبقوا حاسين انه ما فيش بينك وبينهم مسافه، ولا ممكن يكون نقطه ضعف زي ما هي نقطه قوه، انهم حاسين انه ما هي قدنا يا جماعه هتقول لنا معلومات ايه، ايه الخبره اللي ممكن تكون عندها علشان تديها؟ لا خالص، هم بييجوا يقولوا لي استاذ اسماء، ابلة اسماء، انت وصلتي للي حضرتك وصلتي له ده ازاي؟ طب ازاي بتقفي تتكلمي وتساعدي الناس تحل مشاكلها؟ هم مش شايفين ان دي نقطه ضعف، بالعكس ان هو بيبقى خايف يروح للمدرس شويه او حد اكبر بيشوفه كبير شويه، بيبقى عنده خوف ورهبه شويه، فبقول له بص انا هنا زي اختك او هنا زي حد جاي يساعدك مش اكتر ولا اقل، انا جاي عشانك، فبيحس ولما يلاقيني بتابع معاه يعني، انا لما بيجي لي طالب او طالبه يحكوا لي المشكله انا مش بس بسمعها وقتها في المحاضره وبس، لا انا بتابع معاهم، بفضل اتصل بيهم واكلمهم واتابع معاه المشكله. طيب عظيم جدا. هل يعني عايز اعرف منك لو في مشكله مثلا معينه قابلتيها من طالب من الطلبه الموجودين، مش لازم تكون مشكله عامه يعني، احنا انت قلتي تنزلي تديهم دعم نفسي عن ازاي بيتم تاهيلهم للمرحله الجامعيه، ازاي يبتدوا يخططوا لمستقبلهم، لا مش بتكلم في ده، بتكلم لو لقيتي حد طالب من الطلبه عنده مشكله فرديه ازاي ممكن تتعاملي معاه فيها؟ والله مثلا بتبقى مشكله يا اما مثلا ما بينه وما بين صديق، يا اما مشكله عنده ما بين البيت في الاهل يعني، ان هو بيبقى لسه في الفتره دي هو مش واعي كفايه او تفكيره مش ناضج كفايه، فبيبقى شايف ان الناس كلها ضده، حين ان ما حدش ضده، بالعكس ممكن انت بس اللي تفكيرك لسه عايز يكون واعي اكتر، فبتيجي اتابع معاه، طيب انت عملت ايه طيب لما قابلت المشكله دي؟ يقول لي انا عملت 1 2 3، يا اما هو بيهرب يا اما بيواجه، احنا مش عايزينه يهرب ومش عايزينه يؤذي نفسه ولا يؤذي اللي حواليه، ابتدي اتابع معاه. طيب انت، طب احنا ممكن نعمل 1 2 3، ممكن نعمل فرصه كمان، ندي فرصه، طب ايه رايك نحل بالطريقه دي؟ تقول لي لا، يقول لي لا مش هقدر اعمل ده، لا انت هتقدر بس انت اللي خايف، انت اللي خايف من النتائج، انت لو ما جربتش هتفضل خايف، مش هتفضل، هتفضل ما تعملش حاجه في حياتك. يبتدي يحل المشكله، والله طيب انا ارتحت شويه، اقول له طب تمام كويس نكمل في الخطوه او الحل اللي احنا ماشيين فيه. حس ان هو لا ده مش مريحه وخلاص، احنا ايه رايك نبعد عن المشكله خالص ونبعد عنها بعد لحظي او بعد مؤقت، عشان لما الوقت او اللحظه اللي الشخص بيقع فيه في المشكله بيبقى مش قادر انه ياخد القرار الصح او يفكر خالص، فاحنا بنبقى محتاجين نبعد بعد لحظي او مؤقت كده عن المشكله لحد ما يقدر يتخذ القرار الصح. كل الشكر ليكي أسماء طلال، مؤسس مبادره التاهيل النفسي للطالب ما قبل الجامعي، شكرا جزيلا ليكي.